الشوفان لخسارة الوزن، هل هو حقيقة أم كذبي؟ إكساب الأشخاص الذين يتناولونه الشعور بالشبع لاحتوائه على كميات من الألياف بشكل كبير، فيجعل الشخص غير قادر على تناول أصناف أخرى من الأطعمة، وذلك يؤدي إلى نقص الغذاء والسعرات الحرارية في الجسم. فعند القيام بأي نشاط أو مجهود، سوف يتم سحب الطاقة والحيوية وأخذ السعرات الحرارية من الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي تخفيف الوزن. طلع حقيقة، ينظم عمل الجهاز الهضمي ويجعله أكثر قوة، ويجعله قادرا على منع امتصاص المواد الدهنية، بل يتخلص منها مع الفضلات، ويخلصه من بعض الحالات المرضية كالإمساك، وذلك له دور كبير في تخفيف الوزن. بالنتيجة حقيقة وليس كذبي، يخلص الجسم من الفضلات والمياه المحتبسة في أطرافه، فينشط عمل الكبد والكلى، مما يؤدي إلى إدرار البول وبالتالي تخفيف الوزن. حقيقة أكيد، تنظيم مستوى السكر في الدم، وذلك له دور كبير في المحافظة على وزن الجسم المثالي، ويجعل الجسم غير قادر على استيعاب دهون ضارة فيه. إذن حقيقة وليس كذبي، يؤدي الشوفان إلى خسارة الوزن. أيضا معلومة مهمة كتير كتير، يحتوي الشوفان على كميات كافية من فيتامين بي وند اي، كمان يحتوي على المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وبعض المعادن النادرة كالسيلينيوم. انا اصلا ما بعرف شو هذا يعني السيلينيوم، بس يعني معدن مهم، والنحاس والزنك والحديد. كمان يحتوي على كثير من الالياف التي تساعد في التخلص من الكوليسترول الضار LDL، لانه بجسم فيه كوليسترول نافع HDL، كوليسترول ضار LDL. كمان بيخلص الجسم من كثير من الفضلات بسبب وجود الألياف الكثيرة. وبس كتر الحكي ما كتر بفيد، بس المعلومات مهمة هي اللي بتفيد. وأخيرا وليس آخرا، ربع ملاحظة مهمة، ربع الكوب يعني 4 معالق، يعني الكوب 16 معلقة. وآخر شيء القيمة الغذائية للشوفان، الجدول هيدا بيوضح المحتوى الغذائي الموجود في كوب واحد يزن 156 جرام من الشوفان. وشكرا لكم. ألوها.